السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة احنا هنتكلم عن كيفية ضبط الوقت والتاريخ في الساعات الجي شوك، وبالاخص موديل اسمه جي اي 100 او جي اي 100. الموديل ده ستاندرد جدا يا جماعة، اغلبية الناس بتلبسه، اللي هو الانا ديجيتال اللي هي انالوج اللي هي العقارب، والديجيتال اللي هي الرقمية او الارقام، فبتختصر كده اسمها انا ديجيتال. مبدئيا يا جماعه، في بدايه الفيديو احب بس اقول لكم ان 88% او 80% من الناس اللي بتتفرج عليا ما بيشتركوش، بيتفرجوا بس. فاتمنى حضرتك بس لو بعد اذنك كدعم ليا حضرتك تنزل تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو، وشكرا جدا ليك، ده بس لدعمي انا. ونبتدي كده الفيديو باذن الله. عشان تظبط الوقت والتاريخ هندوس هنا على الادجاست، خصوصا يا جماعه ان ساعات الجي شوك ما فيهاش الكراون او اللي هو الاكره اللي بتبقى هنا عشان تطلع الاكره لبره وتظبط الساعه. لا، الساعه بتظبط اوتوماتيك عن طريق الديجيتال. لازم تظبط الديجيتال، هتلاقي مره واحده العقارب اللي هي الانالوج اللي هي العقارب هتشتغل اوتوماتيك. ندوس هنا الاول اهو على كلمه ادجاست، ندوس كده لمده مثلا 3 ثواني اهو، الزرار ده كده بس ندوس عليه شويه. بص اهو، ابتديت تسمع صوت اهو، جالك اهو الفلاش على كلمه كايرو. من الاول احنا نظبط البلد اللي احنا عايزين نظبطها، مثلا نظبط، بص الفورورد دي كلمه فورورد، وكلمه ريفرس دي ريفرس، وفورورد دي بتطلع وبتنزل، يعني بتقدم وبترجع. تمام، يعني مثلا اهو في كايرو اهي، او انا هنعمل كده، هنروح لكلمه جيرسي، نيو جيرسي متهيألي اهو، نعمل كده موسكو حاجه زي كده، جده. طب لو احنا عايزين نرجع ريفرس، ندوس على كلمه ريفرس كده، موسكو جيرسي كايرو. تمام، احنا الاول نظبط الدوله، قصدي المدينه اللي احنا عايزين نظبط عليها كده، دي المدينه. وبعد كده بقى عايزين نتنقل ما بين الاوبشنز. الاوبشنز اهي، هندوس على المود ده، ندوس على كلمه مود ده كده كده، دي اس تي اللي هو التوقيت الصيفي ده، ملوش يعني، ما اعتقدش ان هو بنحتاجه قوي كتير. بعد كده نيجي هنا تاني، انا دوست هنا تاني، دي حاجه اسمها 12 و24، 12 ساعه و24 ساعه. ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم ان الساعه 12 احنا عندنا الطبيعي بتاعنا اللي هو الساعه 10 11 12، بعد 12 بعد منتصف الليل، قصدي بعد الصبح بتبقى واحده. لا، في ال 12 ساعه بتبقى واحده، اما لو عملناها في ال 24 ساعه هتبقى الساعه هتبقى 13. دي اغلبيه الساعات دي بيستخدموها في الجيش والحاجات العسكريه، يقول لك ايه تعال لي هنا الساعه 18 ونص، الساعه 19، الساعه 20 وهكذا. احنا اغلبيه الناس بتستخدمها 12، لكن لو انت عايز تخليها 24 دوس على ده، على الزرار ده كده اهو، اهو خليتها 24 ساعه اهو، الفلاش اهو، انا هبعد شويه النور ده كده شويه اهو، تمام، على 24 اهي، نرجعها تاني تبقى 12. ونتنقل في المود التاني اهو، ونقول انت عايز تخلي الثواني تبقى تصفر، مش تصفر يعني تصفر خالص، دوس على اي زرار منهم هتلاقيها صفرت، لكن احنا طبعا جايين الثواني شغاله. هنا بقى الساعه كام؟ الساعه 8، وهنا تحتيها 50، يعني الساعه 9 ل 10. طبعا لو انا خليتها مثلا وليكن على الساعه 10 11 1 2، نخليها على الساعه 2 تمام، ونخلي 50 خليها زي ما هي عشان لما اجي ارجعها ترجع على طول على نفس بتاع. لو جيت هنا برضو تاني، انت لو عايز تظبط الدقايق وكده تقدم وتاخر اهي، 51 و50 وهكذا، وتروح عامل برضو قصدي مود النهارده 20، يعني احنا في سنه 2020 برضو، لو انت عايز تقدم متاخر احنا عرفنا خلاص القصه، هتبقى عن طريق ريفرس وفورورد. ده الشهر، وده اليوم، ودي ال تي اي اللي هي اللايت، اللي انت لو عايز تخلي اللايت ثانيه واحده او 3 ثواني، انا افضل تبقى 3 ثواني لان ثانيه واحده ما بتلحقش، فخليها 3 ثواني اهي، تمام جدا اهي، ونروح عاملين كده رجعنا زي ما هو. بعد ما تخلص الاعدادات وكل حاجه هتروح دايس على كلمه ادجاست، ادجاست هندوس كلمه على ادجاست. بص ايه اللي هيحصل، احنا عملناها على الساعه 2 اهو، اتنين وخمسين، ايوه صح كده، هي دلوقتي بقت مظبوطه. دلوقتي احنا دلوقتي بقت الساعه 3 الى 10، بس عندنا التاريخ هنا مكتوب، احنا عايزين التاريخ والثواني اهي، والنهارده فرايداي.
طب ايه رايك لو احنا خلينا مثلا احنا عايزين نعرف الساعه كديجيتال والساعه كرقميه، لو انت دوست على الزرار ده كده اللي هو فورورد فورورد ده، لو دوست عليه هنا بص هنا الديسبلاي دي او اللي هي الشاشه دي بتعرض لك التاريخ باليوم والشهر. طب لو دوست على الفورورد دي كده هتعرض لك الوقت الديجيتال. دي الفرق ما بين اللي انت لو انت عايز تخلي تعرف الوقت الديجيتال ولا الوقت ولا التاريخ. فانا افضل التاريخ لان الوقت بيبقى باين لك عن طريق العقارب. العقارب بيبان من عن طريقها الوقت، اما الديجيتال خليه تاريخ. يعني ده انا بفضله طبعا، لكن لو حضرتك عايز تعمله باي حاجه تاني مفيش مشكله. ما تنسوش يا جماعه، ما تنسوش بعد اذنكم تدعموني في الفيديو ده، تعملوا اشتراك وتعملوا لايك للقناه وتعملوا لايك للفيديو. اتمنى بعد اذنكم الدعم عشان اليوتيوب بيقول لي اغلبيه الاحصائيات بتقول الناس ما بتتابعكش، فاتمنى بس تابعوني، بس اضغطوا لايك على الفيديو ويا ريت تعملوا سبسكرايب للقناه. شكرا جدا ليكم ونكمل دلوقتي اهو. هنعمل ده التاريخ وده الدلتا ده الوقت وده التاريخ، فاحنا نخليها كده. طب احنا عايزين بقى نظبطها تاني عشان نخليها على الوقت بتاعنا الاصلي. نعمل كده اهو اهو، ونعمل بمود مود، نقعد نتنقل بالمود ده كده كتير لحد ما نيجي هنا ونرجعها. احنا كانت الساعة كانت كام؟ ثواني نشوفها كده على الساعة هنا. الساعة هنا 9:50 اهي، نرجعها نخليها الساعة 8 عشان تبقى 8:53، ونروح دايسين كده هنا لفة اهي. بس كده تمام كده هنعرف. في بقى حاجه تانية اللي هو الليد اهو. بص الليد اهو خليته 3 ثواني، خليته اهو 3 ثواني. لو احنا بقى كنا عملناه ثانيه واحده، بصوا كده، بص الوقت هيبقى عامل ازاي. بص اهو قعد فتره شويه تمام. بصوا بقى لو انا كنت خليناه على اهو، نيجي على دي، انا بتنقل اهو يا جماعه بالمود، المود اهو ده اهو اهو. لو كنا خليناه مثلا اهو ال تي دي، خليناها ثانية واحدة وعملنا كده ودوست كده، بصوا لحظة. لكن لو خليناه 3 ثواني، انا افضل ان انا اخليه 3 ثواني، لان انا ساعات ما بشوفش في الضلمه قوي. فانا اهو هنظبط ال تي دي دي، لا هنرجع تاني ونقول انو اهو، هي دي بقى الطلوع والنزول بالريفرس والفورورد اهي اهو. طيب وندوس دي كده تمام. كده احنا خلينا ال تي اي 3 ثواني. عرفنا نظبط الوقت ازاي، عرفنا نظبط التاريخ ازاي، ده ظبط وقت وتاريخ وكل حاجه. دلوقتي بقى دلوقتي انت بقيت عندك الجايد لاين بتاعت الساعه الجي شوك. اغلبيه الساعات الجي شوك بتبتدي نفس، يعني بتمشي بنفس الانستراكشنز دي، ما عدا طبعا الوحش اللي انا لابسه في ايدي ده. ده ليها قصه تانية خالص. الكاسيو جي اي 400 دي، جي 1400 دي بتتظبط ظبطه تانية خالص خالص خالص. دي غير ساعات الجي شوك العاديه، لان الساعه دي ما فيهاش ديجيتال. لو تلاحظوا اغلبيه ساعات الجي شوك بصوا بتبقى فيها ديجيتال. ثواني بس نرفع دي شويه كده، هيبصوا بتبقى فيها ديجيتال وعقارب اللي هي انا ديجيتال، اما دي انالوج فقط. فدي بتاخد وقت شويه في التظبيطه شويه بتاعتها. شكرا جدا يا جماعه. اتمنى يا جماعه لو انتم ما بتتابعونيش تابعوني. الفيديوهات اللي احنا بننزلها اغلبيتها 80% منها من ساعات، لكن واحد بيتكلم مثلا عن منوعات، مثلا زي حاجات مثلا عن لسه منزل حاجه اسمها تعلم فن الرد عند العرب، ازاي تعرف تتعلم فن الرد انك ترد بسرعه. تكلم عن التخسيس، نتكلم عن حاجات تخص صحتك، عن الكمبيوتر، يعني انا بتكلم عن الحاجات اللي تشغلني. لو حضراتكم عايزين اتكلم عن حاجات معينه قولوا لي وانا ادور عليها. انا السرشاجي، كلمه سرشاجي جت اللي انا بدور وببحث كتير وبجيب بيست ريزلتس، بطلع نتائج كويسه. شكرا جدا ليكم يا جماعه، وما تنساش طبعا تعمل لايك وتعمل اشتراك في القناه.
وتدعمني انك لو حابب تشارك المحتوى ده ما بين اصدقائك يا ريت تشاركه. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناة الشرشجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.